دونك السلام عليكم. اليوم عندنا حصه سنه اولى متوسط. انا فدنا بدينا اخر مره هنايا في سيكونس تو، واليوم راح ندير هذا سيكونس تو ايضا. تبقى 59 اوكي، 50 50 ايضا. سيكونس تو بزاف سهله اوكي، ماشي صعيبه. دونك الان عندنا هنايا نمبر 1 قال لك اي ريد اند كومبليت ذا بروفايل. عندي ذا بروفايل اوكي، عندي انسان بروفايل تاعو، ولا نقولوا السيره الذاتيه ديالو اوكي، الاسم تاعو، شحال في عمره، واش يقرا. الان عندي هذا النص، نقرا النص وبعدا واحد يقرا معايا النص اوكي. سو هاي ايفريوان، ماي نيم از جاك، اي ام 13 ييرز اولد، اي ام نيو ان ذيس سكول. Okay. I am from Canada. My mother is from Scotland. I am in class 2B. I like basketball and listening to music. I have got a pet hamster called Scruff. Nice to meet you all, Jack Smith. So هذا جاك هو في عمر 13 سنة okay 13 years old. قال لك I am new in this school، يعني هو جديد في المسجد هذايا. He is from Canada، هو من كندا. الأم تاعو من سكوتلاند، سكوتلاند هي مكان في إنجلترا okay. I am in class 2B، يعني قسم 2B. يحب باسكتبول and يحب يسمع الموسيقى، listening to music. I have got a pet، عنده a pet يعني عنده حيوان hamster واسمه scruff. Nice to meet you all، يعني مشوفين معرفتكم كامل. الآن حق ثلاثة تلاميذ يقاون، يعني أول قاية هنايا أوكي سكون، ثاني قاية تانسة الرابعة. نعم شكون يقال الأول؟ ميس كان نريد هذه سيكونس تو. نعم سيكونس تو. نعم ميس نبدأ. ميس كان نريد يس. سو عندنا أولا فريدة، ياسمين، عندي إكرام، وشكون يقال ميس كان نريد يس فريدة. صوتي فريدة ميس نقرأ يا أنت مع الأخير أوكي. ميس نبدأ. أنا قريت ميس نقرأ ميس نبدأ. تفضلي فريدة. Hi everyone, my name is Jack. I am 13 years old and I am new in this school. I am new, okay? New, machine news, new. New in this school. شكرا فريدة. الآن ياسمين، باش ما نضيعوش وقتنا، اوكي؟ ياسمين الآن. I am. شكرا فريدة. I am from Canada. My mother is from Scotland. Very Scotland. Good. Yes. Khadija. I am. I am in class 2B. I am basketball and listen to music. Listening. Okay. Listening to music. Now. Yes. Okay. عندنا إكرام. Thank you خديجة. I have got a pet hamster called Scruff. Scruff yeah. Scruff. Miss. ما زال كملت. Miss كيش معناتها Scruff؟ هو الاسم. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you all. جاك سميث اوكي. سو سكروف اللي قالت لي شنو معناتها هو الاسم تاع الهامستر اوكي. قال كولد سكروف هو الاسم تاع الهامستر. هذا مكان اوكي. سو شكون يقول لي اولا، شكون يقول لي فاميلي نيم اوكي. سو اي قال لك فاميلي نيم سميث، وشنو هو فيرست نيم ديالو؟ جاك. يا ميس. نعم ميس. نعم جاك. His name is Jack. Yeah, his name. Okay. Yes, his name. لأن عندنا جاك وهو ولد.
Yes. نعم. So when I call his name. نعم. لكن هو his name. نقوله his name. نعم. His name هو لأنه ولد. ما نقولوش her name. نقوله his name. لأن جاك هو ولد. Yes, I'm 13. His age is 13. Very good. 13 years old. Voilà. نعم. Class 2B. Class 2B. Class 2B. Yeah. 13. Okay. Class 2B. Country Canada. Okay, so. Canada, miss. Canada. Country. Yes, he's from Canada. Canada. Okay. She likes what likes basketball music. And listening to music. And listening to music. Yeah. So. Miss. No. Hamster. Cat hamster. Yes. He's listening to music. What should we call him? His pet. What should we call him? Is the hamster. Hamster. Yes. He has a hamster. What's hamster? He have hamster. Scoff. His name is Scoff. Very good, Scoff. Yeah, its name. قلوش his. الحيوان قلو its. Okay. حيوان قلو he its. لما تكون عندنا حيوان قلو its. ولا قلو he for لعب only. Okay. لعبات. So قلو its name is Scoff. Yeah. الآن عندنا الصفحة المواها وهي عبارة email. Okay. وهنا عندنا أسئلة. هنقولو true or false. يعني صحيح أو خطأ. دونك أنا نقرأ أولا. قالك هاي رازان اوكي نبعتو وحده اسمها رازان هاي ماي نيم از اداكو اي ام 12 years old اي ام فروم نيجيريا اي سبيك انجلش اي لايك سويمينج اي لايك ويرينج بلو جينز اند سبورت شوز ماي فيفوريت فود از رايس اند بينز I have got a pet dog called Max. How about you? Long Adako. Yes. دقيقة بك نعاود. Mr. Aidid. نعم يا دقيقة نشرح هذا ونعاود. Okay. So قال لك هاي رازان. Okay. أنا اسمي أداكو. في عمري 12 سنة. Okay. I am from Nigeria. أنا من نيجر. Okay. نيجيريا. نيجيريا. نيجر هو نيجيريا. I speak English. يعني نتكلم إنجليزية. يحب swimming يحب العوم and يحب يلبس wearing هو الverb to wear I like wearing blue jeans يعني جين بلو and sport shoes يعني صباط على sport ولا basket okay my favorite يعني أكل يعني my favorite food ولا أكل المفضل وشنو هو is rice بعلم and beans وش معناتها beans ندور شوية بل نأكلو بيتزا. so عندنا rice and beans. beans وعندها لوبيا. okay. حب يأكلو rice يعني لغي بلوبيا. I have got a pet اسمه Max. يضحك علاش كي تضحكي. okay. donc how about you? الآن عندي تلاميذ ثلاثة ولا أربعة يحبوا يقرأوا. شكون يقرأ معايا؟ ميس نعم ياسمين اوكي شكون معاها ميس كان اي ريد يس سو عندنا ياسمين عندنا فريده اوكي وعندنا عندنا اوكي نعم ميس وين حسانه اوكي دقيقه اوكي عندنا غير زوج اوكي سو عندنا ياسمين اوكي ميس نقرا اوكي عندنا ياسمين فريده ومن بعدها ايه سو عندنا ياسمين اول جمله فريدة حتى ال beans okay بعدها عندنا آية okay miss okay miss نعم تفضلي هاي
Hi, Razan. My name is Abdako. I am 12 years old. I am from Nigeria. Nigeria. I speak English. Very good. Well done. تفضلي يا فريدة صح؟ I like swimming. Wearing. Wearing. Blue jeans and sport shoes. يعني سبات. Shoes. Okay. Shoes. Yeah, My favorite food is rice. Rice and buns. And beans. Beans يعني لوبيا. And beans. Yeah, thank you. آية تفضلي. I have got a pet dog. A pet dog. Called Max. Very good, yeah. How about you? Yeah, very good. How about you? Love? Adako. Yeah, well done. So love Adako. قالوا أنت كيفاش, okay? And we have questions. No, مش questions. عبارة على جمل. حنقولوا yes true ولا خطأ. Okay? على حساب النص اللي عندنا فوق. أول وحدة عندنا قال لك نديرو تيك. Okay? So نسحقوش نكتبو نديرو تيك. قال لك number one. نعم. كيش يعني true؟ اوكي وش معناتها تشو معناتها صحيح وفوس معناتها خطا اوكي ساعدنا صحيح ولا خطا على حساب الجمله هذه وعلى حساب النص لما نقول لك انا اداكو سوري سو لما نقول نعم نحبك هذا بشيبان هكا نقول لك اولا اداكو is the receiver of this email وش معناتها اداكو receiver اوكي وش معناتها receiver ارسل فوالا الريسيفر لا الريسيفر هو كلمه من فعل to receive ولا الحقلي جو رسوا اوكي مثال انا كي نبعث لك حاجه نقول لك I receive يعني الحق receive ولا sender معناتها verb to send و verb to send so send معناتها نبعث okay وهذا receiver هو من فعل to receive يعني je reçois يعني كيفاش نقول je reçois يعني الحقلي ولا I receive نعم ميت ما فهمتش معناتها كي يقول لك I receive مثلا نقول لك I receive a text message معناتها لحق لي a message اوكي اكري فوالا لحق لي a message يعني جو روسوا كي يقول لك انا I receive recevoir فوالا verb كيفاش نقول بالعربية استقبل ميس استقبال نقول له استقبل اظن فوالا ما لا بيش لا كي يقول لك انا وصلني فوالا وصلني اوكي سو نقول لك اي ريسيف معناتها وصلني كي يقول لك اي سند معناتها نبعث مفهوم سو نقول لك سندر هو لما انت تبعثي ميساج لماماك قول لها هاي ماما اوكي مثال في الميسنجر اوكي تبعثي لها قول لها هاي ماما انت يو ار ذا سندر انتي بعتي وماماك is the receiver هي كلا غوصي الميساج اوكي مفهوم؟ so sender هو انتي اللي بعتي والreceiver هو اللي حقل الميساج مثال هنا حنلقاو sender والreceiver كي نلقاو ايميل مثال ايميل دايما حنبعت الايميل معناتها نبعت ايميل لكش واحد انا I am sending the email انا نبعت الايميل وهذا اللي يلحقو الايميل راح يغوص يفا غوصوا فوار الايميل اوكي سما is the receiver
افهم؟ Yes, miss. سو هنا يا ميتا هاد الإيميل، شكون اللي بعث الإيميل ولمن؟ ميس أداكو هو اللي بعث الإيميل. Very good. علاش لما نقولوا هاي رازان معناتها أو يهضر مع رازان، أوكي؟ قرا هاي رازان، تسمى أنا نبعث أداكو نبعث الإيميل رازان. فهمتوا؟ ميس فولز. Yeah. قال لك أداكو is the receiver. Yes or no? False. Yeah. False, exactly. Very good. نقوله false باسكو أداكو is the sender ماشي receiver، هو اللي بعت. Okay? So نقوله false. Okay. فهمتوا؟ Yes. Yes, very good. So okay, number two. قالوا أداكو yes, is 11. False. Miss أداكو is 12. Very good. False. أداكو is 12. Okay? Yes. أداكو speaks English. True, miss. نعم, true, yes. Number five, أداكو likes wearing jeans. True, يحب يلبس الجينز. نعم. أداكو ها أبيت كات false. أداكو أدوغ. وش معناتها كات؟ قطة. نعم. عنده الدوغ، أوكي؟ كلب. فوالا، very good. So that هو واش معناتها، أوكي؟ Yes. Very good. Well done. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على الحصة. Thank you. شكرا. يعطيكم الصحة. وي ميس. Goodbye. Goodbye. السلام عليكم. Goodbye. السلام عليكم. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. شكرا. Good night. Good night. ميس. نعم. أنا صحاب. نعم.